وللحديث عن تظاهرات فرنسا ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي السوري أحمد كامل. سيد أحمد، مرحبا بكم. بداية، يعني على الرغم من استجابة الحكومة الفرنسية وأنها قامت بإلغاء قانون الضرائب، ما هي الأسباب وراء تجدد التظاهرات سيد أحمد؟ أولا لأن الحكومة الفرنسية تأخرت وهي لم تلغي الزيادة وإنما أجلتها، أجلتها أو جمدتها لمدة 6 أشهر فقط. طيب، وبالتالي تصرف الحكومة جاء متأخر وصغير. لو تدخلت الحكومة بإلغاء الزيادة قبل 2 أو 3 أسابيع في بداية الاحتجاجات كان ممكن أن تطفئ نار الاحتجاجات، ولكن الآن تأخر الوقت كثيرا كثيرا جدا. يعني يذكرنا بإجراءات بعض الحكومات العربية في الربيع العربي، مثل ما قال زين العابدين بن علي، فهمتكم، ولكن فهم بعد فوات الأوان. طيب سيد أحمد، كيف رأيتم تعامل السلطات الفرنسية مع التظاهرات، لا سيما أنها دخلت في طور الإضراب العام؟ متعالي جدا ومغرور، ولن يحل المشكلة. ما هكذا سوف تحل المشكلة. الطريقة التي يتعامل بها الرئيس الفرنسي فيها كثير من الغرور. هو شخص جاي من أوساط البنوك وبعيد جدا عن الشعب الفرنسي وعن الطبقات الفقيرة للشعب الفرنسي، لم يكن منها ولا في يوم من الأيام في حياته. لا فعليا لم يكن هو من الطبقات الفقيرة، ولا ذهنيا ولا بشكل من الأشكال. عمره ما فكر بالفقراء وبالناس اللي بيعيشوا بألف أو 2000 يورو. هو طول عمره عايش بال50 و60 ألف يورو. نعم. ففي مشكلة عميقة بين هذا الشخص وما بين طبقة واسعة جدا من الشعب الفرنسي، إضافة إلى أنه هو وصل إلى السلطة بطريقة غريبة شوية. هو لا ينتمي لا لليمين ولا لليسار. نعم. وبالتالي ليس له قاعدة حزبية قوية. هو حالة شاذة واستثنائية، والآن انفضحت هذه الحالة غير الطبيعية الشاذة والاستثنائية. تعتقد أن التظاهرات الفرنسية بدون قيادة هي التي أوصلتهم إلى هذه المطالب؟ ربما سيكون الأمر آخذا بالتصاعد لا سيما وسط باريس، لكن هل تعتقد أن التظاهرات بدون قيادة ستحقق مبتغاها سيد أحمد؟ لا نعرف. الأمر غامض واستثنائي، ما هو طبيعي. ليست من أنواع الاحتجاجات المعهودة والمتعودة. ربما تشبه مظاهرات عام 1968، ولكن لا نعرف حقيقة، لا نعرف، لأنه المطالب غير واضحة، الهوية غير واضحة، والأفاق والخطة أيضا غير واضحة. سيد أحمد، يعني الملاحظ أن وتيرة التظاهرات أخذت بالتصاعد لا سيما في وسط باريس، لكن هل تتوقعون أن تنتقل إلى مدن أخرى، أم تتوقعون أن الأمور آخذة بالهدوء؟ هي انتقلت إلى دول أخرى، انتقلت إلى بلجيكا. نعم. إلى بلجيكا، نعم. الاتحاد الأوروبي، وهي حركة كل شيء فيها ممكن، مفتوحة لأقصى درجة ممكنة على كل الاحتمالات وبكل الاتجاهات. محتمل أن تنطفئ فجأة. نعم. ومحتمل أن تتصاعد، ومحتمل أن تؤدي إلى نتائج ملموسة. لا أعرف هل ستؤدي حقيقة إلى استقالة الرئيس الفرنسي. هذه صعبة شوية، لأنه هو مدعوم من رجال الأعمال ورؤوس الأموال والبنوك واللوبيات القوية جدا، الدولة العميقة الفرنسية معه. ولكن لا نعرف حقيقة، لا نعرف. وهي أزمة غريبة ومفتوحة مطلقا، مفتوحة على كل الاحتمالات. الكاتب والباحث السياسي أحمد كامل، شكرا جزيلا لكم.